أزعل على أستاذي اللي راح أفقده واللي وعدني ما راح نيأس، فمين بدي واسي؟ انتو مين؟ ضل منافق مع حكى بالدين، هاد بيدعي الخلافة وهاد بيفتي عن يقين، صامدين ما منلين قدام سياسة ساخرة، نقابك اخلعوا بأرضي هاي البلد طاهرة. اسمي أمير، من إدلب معركة النعمان، رابر سوري. تعلمت الفن وأنا صغير، لما كنت يعني عمري شي 10 سنين 9 سنين، عن طريق أغاني أجنبية كانت تنزل. تعمقت باللحن، عجبني طريقة الأداء، بعدين صرت أنا أكتب على لحن أو بدون. بعد فترة عملت الاستديو، يعني مو استديو، إنه هيك جبت عدة والمايك، بعدين سجلت وهندست. هندستي ما كانت زيادة يعني، ونشرت. بعد ما نشرت يعني اجى اقبال ضمن المنطقة اللي انا فيها، في اقبال اجتماعي يعني نسبي جدا، لانه هذا الفن يعني من زمان مو مرغوب، يعني لانه هون شعبنا عاطفي، فبيحب الاغاني الحزينة، بيحب الاغاني يلي او عواطف يعني على الوطن او اي شيء. يعني حتى هلا لما انتشر الراب بفترة الحرب، انتشر على انه وطنيات وحب وهيك يعني. راجع تفكيرك، رجع عم تبغى حرب، لسه عم تحلم بالتغيير، رفيعك مختفي لانه امن بحرية التعبير، ما تسأل عن اللي تعبى، يمكن اسمك بالقائم.